مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة حلقة ساخنة ومميزة جدا في قضية بتشغل الرأي العام، وهي نادي القرن الإفريقي. من هو الأحق بنادي القرن الإفريقي بعد اعتراف الاتحاد الإفريقي والفيفا بأن النادي الأهلي هو نادي القرن؟ ولكن هناك لغط كثيرا من جمهور نادي الزمالك الذي يرى أنه الأحق بهذا اللقب. قبل ما ندخل في أحداث هذه الحلقة، أرحب الأول بضيوفي، كابتن الجميل الأستاذ حسن علم الدين، مفجر قضية نادي القرن، ممثلا عن نادي الزمالك. مساء الخير يا استاذ حسن، منور الدنيا. مساء النور يا استاذ احمد، وانا سعيد اني معاكم النهارده، وسعيد اني مع الاستاذ محمد رمضان. الله يخليك يا استاذ حسن، ربنا يخليك. استاذنا اللي بنتعلم منه الاستاذ محمد رمضان، رئيس مجلس اداره وكاله جو ميديا، ومقدم برنامج بكل روح رياضيه، كعادته دائما بيسرينا بالتعليقات والاحداث الجميله، ويكفي انه هو صاحب تجربه عاش. اهلا بيك يا استاذ محمد، منور برنامج الكره والجماهير. تحياتي لك كابتن احمد، منور بيك ومنور الاستاذ حسن، وانا سعيد ان اكون موجود. خير يعني، والموضوع النهارده غريب شويه، غريب شويه عليا اعترف. انت بس قلت في المقدمه ممثل نادي الزمالك وممثل النادي الاهلي طبعا، مش محمد رمضان، ولكن انا عارف اقل واصغر. ده تواضع منك طبعا. لا مش تواضع، ده حقيقه. انا اقل واصغر ان اكون ممثل النادي الاهلي. انا بتكلم من وجهه نظري كاحد جماهير احد جماهير النادي الاهلي بالارقام وباللوائح. تمام، ان شاء الله تبقى حلقه مميزه ونقدر نفيد الجمهور، ونروح بقى لحته بلاش يعني يعني السخونه والشد والجذب من الجمهور. الموضوع اسهل مما كان، خصوصا ان احنا يا جماعه يعني سبحان الله، انا كان يعني كنت اتمنى ان احنا نتكلم في موضوع يعني يفيد الرياضه المصريه، لان الموضوع ده مش هيفيد، لا هيقدم ولا هياخر، خصوصا ان احنا في القرن الجديد يعني مضى منه 20 عام. يعني تخيل حضرتك، احنا النهارده الكره والجماهير 2020، وعدى 20 عام من القرن الجديد، وهنرجع تاني 20 سنه ورا عشان خاطر الاستاذ حسن علم الدين مفجر قضيه القرن. لا هو والزملكاويه ما يزعلوش مننا برضو طبعا، وندي لهم حقهم. يعني احنا بندي لكم حقكم من خلال شاشه الصحه والجمال، ومن خلال برنامج الكره والجماهير، وان شاء الله عايزين نلتزم بالهدوء، نلتزم باحترام بالرأي والرأي الآخر طبعا. وكل واحد بيعرض فكرته، وكل واحد بيعرض رأيه. وطبعا حضراتكم متابعي الكرة والجماهير، يعني اللي عاوز يدلي برأيه أو هيقول لنا رأيه ونصيحته، أو هيقارن بين الأستاذ حسن علم الدين في فكره أو أرقامه والأستاذ محمد رمضان في فكره أو أرقامه، مفيش مشكلة، الهاتف متاح للجميع، لأن احنا هنا في الكرة والجماهير، قناة الصحة والجمال وكالة جو ميديا، الكورة والجماهير هم نعمل من أجل الجمهور المصري وصالح الرياضة المصرية. نبدأ في حلقتنا، نبدأ بالأهلي أو الزمالك، محتار أختار من فيهم. نبدأ بالأستاذ حسن علم الدين، لأنه هو صاحب قضية يعني أو مفجر قضية نادي القرن، فناخد رأي الأستاذ حسن أو البين على من ادعى. انا كنت اقول حاجه، انا مش هقدم جديد، هو النادي القرن النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي قال كده، الفيفا قال كده زي ما انت قلت بالمقدمه. بس هو السؤال اللي انا بسال سؤال بس الاستاذ حسن، أيوة. هو ايه نقاط الاعتراض اللي هي مش شايفها غلط او شايف فيها اخطاء؟ تمام. من وجهه نظره او من وجهه نظر بعض الجماهير الزملكاويه، ان لا، ده الاتحاد الافريقي اخطا في واحد واثنين وثلاثه واربعه، ومبقاش هو المفروض النادي الاهلي القرن، لا يبقى نادي الزمالك هو القرن. تمام، اتفضل يا استاذ حسن، معاك الميكروفون ولك ما تشاء. طيب في البدايه انا من خلال الصحه والجمال بشكركم جميعا، وبشكر ان اتحتوا لنا الفرصه دي نتكلم في قضيه هي مش زي ما تقولوا انا عف عليها الزمن ولا فات 20 سنه، لا، ده لا يموت حق ورا منه مطالب. تمام، لو قلنا كده يبقى اسرائيل اللي خدت وعد بولفور تعمل وطن في فلسطين، لا بعد ايه احنا في سياسه، يبقى فلسطين هندخل في سياسه، يبقى فلسطين تنسى ان لها ارض. تشبيه بقى، احترم لك حق يا بيه، حق ولا الاهلي اسرائيل ولا الزمالك اسرائيل. لا انا بكلمك على فلسطين، فلسطين العربيه. ما هو يبقى ما هو ده حق ضايع. ثواني بس، ثواني، نبعد عن السياسه ونتكلم. لا مش سياسه، لا برضه مش نبعد عن السياسه، احنا بنقارن ما بين اثنين،
الاهلي والزمالك. انت رحت مقارن لي؟ لا ثواني، انا كلمتك على حق مسلوب. طب خليني لا عارفاه. خليني بس ما في 100 مثل اشمعنى اسرائيل. ماشي ماشي، انت بنتكلم ما بين الاهلي والزمالك، انت رحت جايب اتنين تاني، اسرائيل وفلسطين. مين اسرائيل؟ الاهلي ولا الزمالك؟ لا انا اقصد على فلسطين حقها اتسلم. ايوه ومين اسرائيل؟ لا انا بديك على حق مسلوب. لا انا ما فندتش من اسرائيل ومن فلسطين. ما ينفعش ادخل اسرائيل في اي تشبيه في اي حد من مصر. بعد اذن حضرتك ضربت مثل عن حق مسلوب. ايوه انا بس حاجه الوطن اتسلب من فلسطين. طب بس لا اكثر ولا بس ما انت كده بتشبه فرقه ثانيه. لا ما شبهتش. الاجواء ساخنه ولسه يا اصلاح بعد اذنك. اجواء ساخنه. كل الاحترام للنادي الاهلي وجماهيره. شكرا شكرا. نادي عظيم ونادي محترم ومش جاي هنا عشان ده، بالعكس ده اصدقائي كلهم اهلاويه بجنن لهم كل احترام. والنادي الاهلي مش هيزيدوا شكره فيا ولا هيقل ما هيقل. والخلاف في الراي لا يفسد الود. انا مش مختلف. انا بس سيادتك بتتكلم. طيب سيادتك بتتكلم قضيه نادي. اتفضل يا استاذ حسن. لا حضرتك اللي بتتكلم في قضيتنا. طب ما انا اللي هتكلم انا. يا ريت بس يا استاذ حسن بعد اذنك قبل ما تبدا، لان في جمهور كتير متابعنا دلوقتي. طيب فاحنا عاوزين نسرد القضيه يعني لك وعليه. طيب انا عايز الجماهير اللي بتتابعنا تحترمنا وتقول الناس بتتكلم معلومات محترمه. تمام. وبكل ثقافه وكل هدوء. اتفضل. بنبدا يعني ايه نادي القرن الافريقي؟ أيوة. البطولات الافريقيه حضرتك بدات سنه 1964. تمام. عشان نحسب القرن يبقى من 64 ل 2036 سنه. تمام. بشرح بمنتهى الهدوء اهو. لحظه الحقبه اللي هنتكلم عليها واحنا عليها جدال هي 36 عام فقط. تمام. النادي الاهلي نادي عظيم في بطولاته المحليه حدث ولا حرج. تمام. محدش هيطوله ولا القرن الجاي كمان. تمام. سيادتك انا هكلمك في نادي القرن الافريقي. تمام. يعني بطولات الزمالك في القرن الافريقي من 64 لحد سنه 2000 تسع بطولات بالورقه والقلم محسوبين. نقولهم. نقولهم. الزمالك 4 ابطال دوري افريقيا. مزبوط. قبل ما ياخد البطوله الخامسه في 2002 بهدف تامر عبد الحميد. لا 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 احنا بنحسب لحد سنه. انا عايز ارقام محدده. ماشي. عشان الجمهور يستفاد ويعرف احنا بنقول ايه. يبقى بنتكلم على 36 سنه. تمام. اللي تقيم عليهم نادي القرن. 4 دوري. 4 دوري ابطال. تمام. خلي بالك من ابطال. انا اسف هنرجع لها تاني. انا اسف. اتفضل. يعني انا اسف في تعديل بسيط. فضل. بعد اذنك دوري ابطال اللي هي البطوله اللي بتقام حاليا بالمسمى الجديد اسمها دوري ابطال. ولكن في المسمى اللي هو 36 سنه اللي حضرتك بتتكلم عنهم كان في حاجه اسمها دوري افريقيا وكاس افريقيا. كلام جميل. تمام. يبقى الزمالك حصل على 4 دوري ابطال. دوري أبطال دوري افريقيا ابطال دوري الابطال ده دوري. في المسمى الجديد. هو كل اتغير يا استاذ احمد. اللي اتغير بقت مجموعات. زمان ما كانتش مجموعات. يا نفع من كده بس زمان عليها اتغير نقاط. طيب بعد اذنك انا مش هضرب امثله ثانيه. هل بطل كاس العالم 34 بيتحسب له بطوله اقل من كاس العالم 2020 حسب اللوائح؟ لوائح ايه؟ هو بطل واحد. ما هو سؤالي سؤال. ميداليه ذهبيه. طب نسرد الارقام. الارقام احسن. نتكلم طيب. الاربعه دوري ابطال فيهم اختلاف في النقاط على اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي. مش النقاط ده بطل دوري معروف بيتحسب له بطوله. خلي بالك ثواني بس. ما هي بطل بطل الدوري بطل الدوري غير بطل الكاس. ليه؟ اقول لك ليه. البطوله هي الاقوى هي الاكبر. طب اقول لحضرتك على حاجه. اقول لحضرتك على حاجه. هو طبعا الحوار برضو كده انا ممكن اظلم حضرتك. لا ما تظلمنيش. ممكن اظلم الاستاذ محمد رمضان. ولكن انا بس عايز الجمهور يستفاد. ممكن نقول الاربعه خدهم سنه كام؟ اقول لك يا سيدي. اتفضل. الزمالك خد 4 بطولات. 1984 تفوق على شوتنج ستار. ماشي. لا 84 خلينا ارقام. خلينا ارقام وبالله بالنهائي بالبطل مش مشكله. ماشي. 84 و 86 افريكا سبورت ساحل العاج قبل ما تغير اسمها لكوت ديفوار. 93 قصاد اشانتي كوتوكو الغاني. 96 مع شوتنج ستار تاني النيجيري. دول اربع بطولات اللي حد سنه 2000. يبقى انا هرجع هنا بس للكابتن احمد سعيد. يبقى هو كده بيتكلم صح. دوري الابطال. ماشي. دوري الابطال اللي هو الاسم المسمى القديم. دوري الابطال. دوري دوري افريقيا لابطال الدوري. لابطال الدوري. ماشي. والكاس كان اسمه دوري افريقيا لابطال الكاس. ابطال الكوس قبل ما تبقى كونفدراليه. كونفدراليشن. اوكي. ماشي. الزمالك كده أربعة. أربعة. والأهلي أربعة. الأهلي اثنين. اثنين. تمام. هذا أول تفوق. السنتين بتوع الأهلي كانوا أربعة. استنى بس يا أستاذ حسن. السنتين بتوع الأهلي. ما تحكمش أنت بتدي أرقام. اثنين الأهلي خد بطولاته سنة 85 83 6 85. هستأذنك يا أستاذ حسن بعد إذنك. ألو معانا مداخلة. ألو. اتفضل يا كريم. أستاذ كريم. ألو. هستأذنك يا كريم صوت التلفزيون بس بعد إذنك. أيوة يا فندم مع حضرتك. اتفضل يا أستاذ كريم. ازيك يا عم حسن؟ أنا كريم صلاح. كريم ازيك يا حبيبي؟
عامل ايه يا عم حسن؟ الحمد لله. اتكلم من التليفون، ما تسمعش ال اتفضل اتفضل يا استاذ كريم، وقلنا وطي التلفزيون شويه. تلفزيون اتفضل. عم حسن الاهلي بردك علم عم حسن. النادي الاهلي نادي عظيم ونادي كبير، وانا قلت الكلام ده في البدايه بحيي النادي الاهلي وحيي كل جماهيره اللي هم اصحابي واللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش. انت تحب تقول ايه يا كريم في قضيه نادي القرن؟ هو نادي القرن نادي الزمالك بردك نادي محترم، بس النادي الاهلي بردك فوق كل بلد. شكرا يا كريم، كده رسالتك وصلت وشكرا على الاتصال. استاذ محمد كان طلب بطولات النادي الاهلي 82 و87. خد البطولتين ابطال الدوري 82 87. طيب نخش على برضه المسمى القديم. ايوه المسمى القديم، ما عنديش مشكله على فكره. ما في ما يبقى كده لحد سنة 2000 ما كانش فيه تغيير في اللوائح. لا ما كانش فيه، ما حصلش ما بين الاهلي والزمالك في تغيير في اللوائح. النهارده في دوري ابطال افريقيا، كاس افريقيا، الابطال الكؤوس، الزمالك خد بطوله واحده، خد بطوله واحده والاهلي خد اربعه. خدها من الرجاء المغربي سنه 2000 2000 خدها مكان نيواندي سنه 2000. الاهلي خد اربع بطولات كاس افريقيا، 84 و85 و86 و93. ادي اربع بطولات. في عندنا تانية بطولات، ايه هي البطولات؟ كاس الافرو اسيوي. لا خلينا بس في السوبر، خلينا في السوبر الافريقي. السوبر الافريقي، السوبر الافريقي، كاس السوبر الافريقي، الزمالك خد بطولتين والاهلي خد بطوله. تمام. السوبر الافريقي 2000 ايوه، الزمالك بطولتين والاهلي بطوله. فين بس ماشي. استاذنك استاذنك يا استاذ حسن. معانا الاستاذ محمد حمدي، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بمسي على الكابتن محمد رمضان المنتج الفني الجميل، وطبعا ده محلل كبير حبيبي، تسلم، وراجل محترم يعني، ربنا يخليك، تسلم. ونادي اهلاوي يعني مشجع من جمهور نادي الاهلي حتى النخاع، انا اعرفه جيدا واعرفه كويس قوي يا كابتن احمد. تمام، ربنا يخليك. وبمسي على الاستاذ حسن عالم الدين مفجر قضيه القرن. الله يخليك يا حاج محمد. الله يسلمك. لا جديد يذكر ولا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الله يفتح عليك. انت قلت يا كابتن احمد في المقدمه احنا في يعني في السنه ال20 من القرن الثاني. تمام. مفيش قضيه بتدفن. تمام. مفيش قضيه بتدفن، ولا تاريخ بيتمحي، ولا تاريخ بيتنسى يا كابتن احمد. الله يفتح عليك. السبعه اكبر من التسعه يا كابتن احمد. السبعه اكبر من التسعه. سبعة أكبر من تسعة. إحنا كنا لحد 1999 واخدين 9 بطولات. تمام. والأهلي واخد 7 بطولات. تمام. بس أنت كده بتضيف الأفرو أسيوي يا أستاذ محمد. دي حقيقة يا كابتن، هم غيروا في اللوائح والاتحاد الأفريقي. هو اسمه بص يا أستاذ محمد، إحنا بنناقش قضية نادي القرن الأفريقي. ممكن أرد أنا؟ اتفضل. يا أستاذ محمد. اتفضل. أحييك الأول على الكلام الجميل وتحياتي ليك وشكرا. بس سؤال، بطولة الأفرو أسياوي دي هتلعبوا فيها في أفريقيا ولا هتلعبوا بيها في آسيا في بطل القرن؟ لا أرد أنا بقى. بطولة الأفرو أسياوي دي بياخدها بطل القرن، سؤالي. بطل الأفريقي يلعب، اسمها بطولة نص العالم. سؤالي أنت خدتها مرتين، تفوقك، هتتحسب لك مع تصنيف آسيا لما جم يفضلوا الاهلي. اديني فرصه على انديه اوروبيه، فرصه بس اقول وجهه نظري. اديني فرصه اقول وجهه نظري. اصلا كده ما انت واخد 2 افرو اسياوي والاهلي واخد 1 افرو اسياوي. صح، فرق مش كتير يعني، فرق وبنقطه. صح، مش بنقطه. السوبر الافريقي انت ما خدتش حاجه، احنا خدنا بطوله، خدنا بطولتين. طب ناخد الاستاذ ابراهيم الاول من كفر الشيخ. اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. اخبار سيادتك ايه؟ الحمد لله بخير والله. لو سمحت يا استاذ احمد اتكلموا بس في مشاكل البلد. ماشي، احنا الحمد لله بلدنا ما فيهاش مشاكل، الحمد لله ان شاء الله خير. اتفضل يا استاذ ابراهيم. ليه يا باشا، احنا كلنا قاعدين في بيوتنا وكلنا مش لاقيين ناكل والعمل واقف. تمام. اتكلموا في الموضوع المكرونه اللي انتوا بتقولوا عليه ده. بص يا استاذ ابراهيم، انت شايفه مكرونه من وجهه نظرك. تمام. انت هتقصد كورونا ولا مكرونه؟ هو بيقول مكرونه. الاستاذ ابراهيم من كفر الشيخ، احنا طبعا بنحترم كل محافظه، يعني اهالي ومحافظه كفر الشيخ، بنحترم وجهه نظرك يا استاذ ابراهيم، ولكن احنا برنامج رياضي وبيناقش قضيه رياضيه، فيعني في اكيد برامج تانية اجتماعيه ما بتسيبش ثغره
وبتتكلم عنها، واحنا الحمد لله انا شايف ان مصر الحمد لله تحت قياده السيد الزعيم الرئيس جمهوريه مصر العربيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحمد لله مصر للامام وما عندناش مشاكل يا استاذ ابراهيم ان شاء الله. نروح برضو لملفنا الرياضي وقضيه نادي القرن. اتفضل يا استاذ محمد. انا طلبت سؤال من الاستاذ حسن في الاول، ايه النقاط دلوقتي مثلا ان الاتحاد الافريقي قال النادي الاهلي نادي القرن، تمام، ايه اللي هو موجود شايفه الاستاذ حسن في خلل؟ ايوه يقول ان نادي الاهلي مش نادي القرن. احنا ماشيين تدريجيا. لو عايز اقول لحضرتك ان النادي المفاجاه اللي انت مش متوقعها، اتفضل، الاهلي مش الثاني كمان في القرن، ده الثاني كوتوكو اشانتي الغاني. ايوه الادله ايه؟ الوثيقه دي من الاتحاد الافريقي. ماشي ماشي، يا ريت الكاميرا تخش عليها او الاستاذ امير تنزلها لنا. الادله ايه؟ الادله ايه؟ ان النادي الاهلي جاي ثالث. الاستاذ حسن العالم الدين بيقول ان طيب. استاذ امير معاها صوره منها تنزلها على معاك صوره معاك امير نزليها. طيب. نزليها. سؤال، لو الوثيقه دي لو الوثيقه دي بتقول النادي الاهلي الثالث، ازاي بقى الاول؟ اقول لحضرتك ازاي. ايوه عايز اوصل للخلاف فين؟ اقول لك احنا دخلنا بقى في الحب والرضا وبعدنا عن المعايير الرسميه. طيب إيه حلو. طبعا حلو كلمه إيه المعايير الرسميه. حلو حلو إيه كلمه المعايير الرسميه. طيب ماشي، ما انا الدنيا كلها عارفه ان بطل الدوري له نقاط اعلى من بطل الكاس. خليني بس سؤال كلها. سؤال بس، المعايير اللي اتحطت دي من سنه 93 لحد سنه 97، استاذ مصطفى مراد فهمي رد عليا. لا لا لا، قبل ما نخش مراد فهمي جالك في مراد فهمي. ايوه ايوه، ما سؤالي قال لك ان احنا بعتنا جواب. انت مش عايز اسالك؟ ما انا بجاوب لك. انا انت بتجاوبني قبل ما اسال. طب اتفضل. هل اللوائح اللي اتحطت سنه 93 واتغيرت سنه 97 من سنه 93 ل 97 فيها مشاكل؟ سالت حضرتك؟ ما انا بسال بس. فيها مشاكل؟ ما انا بس اخلص سؤالك اجاوب. ماشي. سالت؟ قول لي يا يا لا. لا لا لا، ما يا لا تحتمل الاول ولا تحتمل. لا لا لا، يبقى كده اجابه غير واضحه. ما انا هسالك سؤال. خلينا بالك، ما هو انت لو انت جاي عشان مناظره وتسالني يبقى الاستاذ احمد سعيد بيسكت. اللي بيسكت صعب. لا لا انا بستمع. انا مستمع جيد. كل واحد ورايه. ثواني. لا لا، ما انا طيب بعد اذنك. طب انت سالت المعايير. ما انا عايز اسال، عايز بس سؤال والله. طيب. ما هو يا يبقى خلاص نقفل ملف. طيب النقاط. الموضوع اللي انا بتكلم فيه. يبقى في مبررات. قول لي لا. لا ليه؟ لا, لا. ايوه لا. يبقى اللوائح اللي اتحط عليها المعايير دي لا. والف لا ليه؟ ايوه ليه بقى؟ لما خدت لقب مفاجاه القرن، في ناس احسن مني كتير قوي كلموا في القضيه دي. بدانا بالاستاذ علي السيسي، كل الشكر. بدانا باحمد عفيفي، استاذ علي السيسي الصحفي. كل الشكر له. طيب استاذنا. هل هو احمد عفيفي، استاذ كابتن خالد الغندور، احمد امين الناقد الرياضي، عزت عبد الله ادانا المساحه الكبيره، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. كلهم زملاء. بس سؤال ارد بس. كلهم زملاء في الاعلام وعلى مستوى شخصي كويس جدا، بس ليس لهم علاقه بال لا بكلمك. خليني على اللي خاضوا. ما انا بسالك المشاكل فين. لا واسمعني، بسميها معركه. انت بتدخلني في حته ثانيه. ليه بعد اذنك؟ ما انت ما تمشيش الحوار على كيفك. لا انا عايز اعرف المشكله فين، الخلل فين. المشكله بقى ايوه سنه 95 قال الاستاذ مصطفى مراد فهمي وله كل الاحترام فوق دماغنا ان في جواب جه من الاتحاد الافريقي راح للانديه المتنافسه او المتنازعه على نادي القرن، اتحداك واتحدى اي حد في الاتحاد الافريقي يطلع صوره جواب راح للزمالك او لغيره. طيب قالوا ايه؟ اسمعوا في الوثيقه اللي معانا دي. الوثيقه دي جايه من الاهرام من مركز الفيفا الدولي، اتحاد الفيفا الدولي. بتقول ايه؟ بعد جدل دام 16 عام بعد جدل دام ما يقرب 16 عام، كان يوم 14/5/2016 الساعة 12 الصبح، جاية الأهرام اللي جايب الكلام ده، وأدي مقر الاتحاد الدولي أهو الفيفا في زيورخ. قال لك حسم الجدل بالقضية التي تم رفعها من قبل نادي الزمالك المصري ونادي كوتوكو الغاني، لم يكن الأهلي طرف. حسم الجدل. وناخد الأستاذ علاء الأول. أستاذ علاء اتفضل. مساء الخير يا كابتن أحمد، إزيك أخبارك؟ مساء الخير يا أستاذ علاء. معاك الدكتور علاء. الدكتور علاء مساء الخير يا دكتور. منور الدنيا ومنور برنامج الكره والجماهير يا دكتور. ده شرف ليا والله. هو انا الحوار اصلي جذبني، حبيت اشارك الاول، وبعدين انا متابع قناه الصحه والجمال، فعايز اهني الاستاذ محمد رمضان على الاستوديو الجميل ده. الله يخليك. تسلم يا دكتور. وانا مش مصدق نفسي ان ده من الصحه والجمال، حاسس ان انا قاعد قدام حاجه ثانيه. حبيبي تسلم. حاجه عظيمه. الله يخليك يا استاذ علاء. ربنا يخليك. سلامي للاستاذ حسن مفجر قضيه نادي القرن، وعايز اشكره ان هو فعلا قدر ياخد الراي العام ان يصير قضيه تاني بتاعت نادي القرن، وده نجاح ليه بالمناسبه، بس هو كانت القضيه دي هو مع حق فيها او معهوش حق فيها. تمام. انا هاخد من عندكم ثلاث دقايق بس. اتفضل. هرجع لسنه 84. سنه 84 حضرتك الزمالك لما دخل يشترك في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري ما كانش من حقه من اساسا يشترك فيها، لان كان المقاولين العرب واخد الدوري. فعلا. وكان واخد كاس افريقيا،
وجاي ساعتها الاتحاد المصري تواطأ مع نادي الزمالك واجلوا الخطاب لرحلة الاتحاد الافريقي واتعملت القرعه، وعشان كده الزمالك دخل سنه 84 للانديه لابطال الدوري الانديه الافريقيه ابطال الدوري سنه 84. يعني هو الزمالك من اساس سنه 84 دخلها مش صح، المفروض كان ياخد ما يخشهاش ودخلها وكسبها، دي رقم واحد. تمام. رقم اثنين، المعلومه اللي عندي ما اعرفش يعني ممكن تبقى معلومه صح او غلط، انا ما اعرفش، سنه 95 لما جت تتحط المعايير طلع ان الكاميرون هي رقم واحد ومصر رقم مصر رقم واحد على مستوى المنتخبات. ومعنى ذلك ان عيسى حياته ساعتها كان مدير الاتحاد الافريقي، فبالتاكيد عيسى حياته الراجل يعني مش لو الموضوع فيه مجاملات هيقول لك لا انا معترض. تمام. وطلع الاهلي رقم واحد، وساعتها الزمالك كان بيبعد عن الاهلي بعدد ابناط كثيره، كان في المركز السابع تقريبا او السادس. الاهلي نتيجه للي عمله كابتن ابراهيم حسن انسحب من البطولات الافريقيه، فابتدى الزمالك يشارك في البطولات الافريقيه والاهلي وصيف كان بيشارك وصيف الدوري. اتفضل. ايوه، وكان الزمالك بيشارك بحكم ان هو وصيف الدوري او ايا كان بقى، واخد بال سيادتك؟ فجه الباشمهندس عادل القايه فطن ان هذا الموضوع مع كابتن صالح سليم وقال له يا كابتن صالح كده في مشكله هتواجهنا في نادي القرن، فابتدى الاهلي يشارك تاني في الانديه الافريقيه بعد ما خد وقف 3 سنين من الاتحاد الافريقي. تمام. لا، انسحب سنه وتوقف سنتين. وزمالك ما اتكلمش. انا هقول اللي عندي وهقابله واسيبكم بقى. اتفضل. وجه الزمالك ما اتكلمش خالص في هذا الموضوع. الزمالك كان بعيد خالص وكان كنتوكوا التاني. لما في سنه 2000 الزمالك قرب من الاهلي. أيوة. تم اثاره هذا الموضوع، يعني لما طلعت الشروط والبنود سنه 95 الزمالك ما اتكلمش خالص انه كان بعيد. لما الزمالك قرب سنه 2000 تم تبيير القضيه تاني، اعتقد كان ساعتها بيروس نادي الزمالك دكتور اللي هو دكتور كل كمال دكتور كمال درويش. دكتور كمال درويش، درويش. واخد بال سيادتك؟ الحاجه الثانيه، الزمالك معاه حق، وارد ان يكون معاه حق، طب ما يرجع للطرق القانونيه ويروح يرفع قضيه في المحكمه الدوليه بتاعت الاتحاد الدولي في الفيفا. في الفيفا. ما هو بدل ما نقعد نتهاون في هذا الموضوع على الشاشات، خلاص الزمالك عنده حق يروح للمحكمه الدوليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا طولت عليكم. صحتك ثروتك، وانت منور الدنيا. وانت بقى احنا هنعمل برنامج رياضي بقى بعد كده يا دكتور علاء. لا ده انا كويت يا دكتور علاء. يا دكتور علاء انا صحيت مخصوص، انا كنت نايم وبعدين صحيت على صوت قلت يا رب نادي القرن لا اخش. يا دكتور علاء. وبعدين تحلف 2020 كمان اللي جاي. ده اللي انا كنت متوقعه. شكرا يا شكرا يا دكتور علاء، منورنا بجد. ده اللي انا كنت متوقعه اللي هيقوله. بشكر الدكتور علاء. طب نقول الو. الو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك استاذ محمود الشرقيه يا باشا لو سمحت. استاذ محمود احمد سعيد. ايوه يا فندم. منور الدنيا يا كابتن احمد. حبيبي يا استاذ محمود. واحمد حضرتك حضرتك من المقدمين يعني بنتمتع بيهم حقيقه. ده شرف ليا يا استاذ محمود بجد. وبرنامج محترم تحت اداره محترمه واسره برنامج محترمه حقيقي والله. ما تحرمش من حضرتك ابدا. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك واحنا كلنا اهلاويه وبنقول الاهلي طبعا بطل القرن. الاهلي بطل القرن. ايوه فهمت. والشرقيه بقى اهلاويه يعني كرم الشرقويه بقى والاهلي. ايه الشرقيه علاوله. الشرقيه ايه علاوله عبد الله. اه طبعا. يقول لك انا مش استاذ محمد رمضان لو سمحت يا كابتن احمد. حبيبي. طيب وانت الدنيا كلها معانا ومعانا الاستاذ حسن عالم الدين. لا يا سيدي، والراجل بيحيي الاهلاويه اللي زيه بقى. لا لا ازاي يا استاذ حسن. بص يا استاذ احمد، الدنيا كلها الله يخليك. بنشكر كل اللي اتصلوا والله ممتعين بالبرنامج الجميل ده. ما تحرمش منك يا استاذ محمود، ربنا يخليك. احنا بنشكر كل اللي اتصلوا وبنشكر الدكتور علاء. بس احب اوضح حاجه. دكتور علاء خد 3 دقايق متواصله. أيوة. الضيف اللي قاعد معاك ما اتكلمش 20 ثانيه متواصله. انت قاعد معانا. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه بقى. ايوه. انا متوقع ان اللي هيخشوا كتير اهلاويه. ليه؟ انا مدي ارقام ناس تخش زي الاستاذ احمد امين والاستاذ احمد زيدان. مع الاستاذ ما علينا دخلوا ما دخلوش. ما تقول لحضرتك على حاجه. اقول لحضرتك على لا اصل الحته دي عندنا. انا اسف يا كابتن احمد. انا اسف. اه اتفضل. ما عنديش ده. انا بكلمك بقى مدخلاتنا مفتوحه. لا ما فيش مشكله. طيب الكلام ده. طيب يا سيدي تعقيبا على كلام الراجل المحترم. فضل. الدكتور علاء. انا هكلم اصحاب المنطق والعقل. نادي بطل خد بطوله. طيب. 4 مرات. طيب. انا عايزك تقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم استاذ احمد سعيد. ازيك يا كابتن احمد؟
اهلا وسهلا، منور الدنيا كابتن احمد كالعاده. طبعا ده نورك وكنت منورنا امبارح يا كابتن احمد. ربنا يخليك كابتن. طبعا بمسي على المشجعين المحترمين اللي عندك واستاذ محمد رمضان. استاذ محمد حبيبي حبيبي، مساء الفل عليك كابتن احمد. منور الدنيا استاذ محمد كالعاده. حبيبي والله انا ومعايا الاستاذ حسن عالم الدين يا كابتن احمد. طبعا بقول لك المشجعين طبعا انا داخل عشان انا طبعا من حظي السيء ان انا مش قدام الشاشه مش بتابع، بس فعلا البرنامج عامل حاله كويسه، سامع ناس كتير بتكلمني. تمام. بتقول لازم تشوف الحلقه القويه اللي موجوده على القناه المحترمه الصحه والجمال طبعا في حضور الاستاذ محمد رمضان والاستاذ حسن. تسلم. والله انا شايف ان هي المناظره ممكن تكون مناظره شيقه. بنتكلم على اكبر ناديين في القاره الافريقيه، بنشوف مين هو نادي القرن. طبعا موضوع مصار من سنين طويله جدا. هو الموضوع محسوم بالارقام وبالبطولات. تمام. ازاي هو الموضوع؟ طبعا مش خناقه اهلي وزمالك. معروف ان دايما عدد البطولات هو اللي بيتوج البطل باللقب. تمام. صح كده. تمام. طيب نادي الزمالك في الالفيه كان واخد اللقب 5 القاب افريقيه، صح كده؟ صح. واربع بطولات كاس الكؤوس الافريقيه بمسماها القديم. لا، كان الزمالك كل بطولاته في افريقيا 6، وكان كل بطولات الاهلي 7 و7. يعني احنا بنختلف في الارقام. طيب انت رايك ايه يا كابتن احمد في عجاله؟ انا رايي يا كابتن احمد بصراحه ان ناديين كبار جدا طبعا ما نختلفش عليهم، بس احنا بنتكلم ان في ايادي خافيه كانت موجوده في الاتحاد الافريقي على مر السنين. هنرجع للمؤامره بقى. مش طب ممكن يا كابتن احمد جداً. يا كابتن احمد محمد اتفضل. تحياتي ليك. بس ممكن انا يعني انا هرد عليك في نقطه وهرد على الكابتن حسن في نفس النقطه بس في اختلاف الموضوع. اتفضل. انا حاسس ان انتوا الاثنين بتتكلموا في نظريه مؤامره. هو بيقول نظريه مؤامره كل المداخلات اللي بتخش لي اهلاويه. خليني بس اكمل. بالرغم ان حضرتك دخلت دلوقتي وزملكاوي وحضرتك بتقول نظرية مؤامرة ان خلى النادي الاهلي نادي القرن. ما الاولى يخلي نادي تاني اللي يكون نادي القرن؟ يعني عيسى حياته الأهلي. ما كان عيسى حياته خلى نادي تاني نادي القرن؟ اللي هرد عليه حضرتك دي حاجة. النقطة التانية حضرتك بتقول لي بعدد البطولات. اولا هم كانوا 7 قصاد 7، الاثنين افرو اسيوي اتشالوا. جميل. وتعالى اقول لك لنقطة تانية. لا هو احسن لاعب. اديني بس فرصة للكلام والله كابتن احمد، انا سامعك بقالي دقيقتين. اتفضل. هل الاحسن لاعب في افريقيا بيتاخد على عدد المباريات اللي بيشاركها او عدد الاهداف اللي بيحرزها؟ البطولات اللي بتحسم كل الالقاب يا استاذ محمد. يا سيدي الفاضل افهمني بس، انت بتقول افرو اسيويه دول مش محسوبين اصلا؟ لا مش محسوبين على 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 نادي القرن. مش محسوبين في نادي القرن. بس خلينا اكمل. طيب خليني بوجهه نظرك. انت بتقول لي بعدد البطولات، يبقى بالتالي لما اجي اختار احسن لاعب اختاره بعدد المباريات اللي اشتركها وعدد الاهداف اللي احرزها. مش نفس المبدا هنا متساوي؟ لا بس في حاجه. ولا هي بتتساوى بالمزاج؟ البطل بيصنع من ناحيه ثانيه. انا بقول لك بطل الدوري غير بطل الكاس. ايه انجازات العالم محمد؟ ايوه ما هو ماشي. ما بطل الدوري غير بطل الكاس. طيب ما هو ما بطل الدوري غير بطل الكاس. الزمالك 4 بطولات دوري والاهلي بطولتين. معاك. ثواني ادي تفوق. لان الجزئيه دي بالذات يا استاذ محمد انا بتكلم. انت بتقول لي فيت من افرو اسيويه فوق 7 قصاد 7. لا يا استاذ محمد، حضرتك اللي محسوب دلوقتي للزمالك 5 بطوله دوري ابطال واربعه الكاس الكؤوس الافريقيه بمسماها القديم. طيب عشان وليست الافرو اسيويه. طيب يا كابتن احمد هي القصه دلوقتي احنا بنتكلم في نادي القرن الافريقي مش نادي القرن الافريقي الاسيوي. يعني احنا عاوزين بس عشان الجمهور بس. ما هو انت لو ما حسبتش يا احمد، انا حسبت مع الاستاذ حسن عالم الدين وحسبت مع الاستاذ محمد رمضان 7-7. لا 9-7. 9 في حاله الافرو اسيويه. طب انت شلتهم ليه في المناقشه؟ لا انت شلتهم. وافقت لي على شيلهم. طب بعد اذنك، انا عاهدت ان انا صوتي مش عالي في الحلقه لان دايما صاحب الحق صوته مش عالي. احنا صوتنا مش عالي. احنا صوتنا يعني احنا بنختلف في ارقام. محمد رمضان التحيه معاك استاذ محمد. بص محمد، طبعا انا طبعا كل التقدير لحضراتكم. الله يخليك. تسلم. انا ممكن تكون هي اختلاف بس وجهات النظر في حاجه. أيوة. حضرتك بتقول ان الافرو اسيويه. انت جبت الخلاصه. بص يا كابتن احمد، كابتن احمد اتفضل. انت قلت انت جبت خلاصه المشهد اللي احنا بنتكلم فيه. اختلاف في وجهات النظر، لكن ولا انا ولا حضرتك ولا الكابتن حسن ولا اي حد. لا لا لا، مش هنقدر نغير. مش احنا اللي بنحط اللوائح. في ناس بتحط اللوائح وفي ناس شغلتها في الانديه قانونيه. المعايير خاطئه. طب خليني. ايوه بقى، مين اللي حط المعايير الخاطئه؟ ولما المعايير خاطئه جاي تتكلم بعد 20 سنه ليه؟ يعني قصدك تقول ننساها يعني؟
لا مش تنساها، ما اتكلمتش ليه 95 وما اتكلمتش ليه؟ رساله حضرتك وصلت على مدار احمد، اشكر حضرتك وشكرا على اتصالك. ما اتغيرتش ليه؟ انا هستاذنك استاذ حسن في حاجه، استاذنك استاذ محمد في حاجه عشان جمهورنا اللي متابع يعرف احنا بنتكلم في ايه، لان احنا بنتفرع. طيب احنا لازم نتفق في حاجه يا استاذ حسن. حضرتك احنا واحنا بنتكلم في الارقام وصلنا 7-7. كابتن احمد ابراهيم لما اتكلم حضرتك قلت لي 9-7. طب ما احنا كده مش هنوصل. انا عارف بطولات الزمالك. قول لي ايه هي؟ اقول لك يا سيدي، اتفضل. اكتر من اسماء اولادي. طب ما تقول يا كابتن. هقول لك غيبة. احنا كده بنعيد الحلقه من الاول. لا مش من الاول، بنعيد الحلقه من الاول. هعيد معاك بصراحه، انت بتعيد اثنين متصلين خدوا 7 دقائق، والضيف اللي عندك ما خدش 20 ثانيه. اتفضل. يتقطعني حضرتك، يضغط عليا المكالمه. اتفضل اتفضل. لو كان كده مش هنكمل بقى. انا برجع لك، انا باخد المكالمه وبرجع لك بعد اذن حضرتك. طب قلت لك محتاج ايه اللي انا محتاجه بعد اذنك؟ زي ما بسمعك اسمعها. طب انا عايز الاول الورقه والقلم حسن بعد اذن حضرتك. وسموني مفجر القرن ليه؟ أيوة. لاني اعوذ بالله من كلمه الشيطان الرجيم، يعني انا اتعاملت فيها منطقيا لحد ما اقنعت الاهلاوي. طيب نفسه ما اتغيرتش ليه؟ اقول لك هتغير ليه؟ لانه مش عايزين يغيروا. طب ايوه مش عايز يغير. انت ظالم، بتقول انت ظالم ليه؟ ايوه اصل برضه الكلام ده كلام يعني كلام انشا مش كلام. دي واحده زي المتصل ده. انا ضيف حضرتك ما خدتش دقيقه. طب اتفضل. اتفضل يا استاذ حسن. بطولات الزمالك 4 احمد قال 5 و4. انا احسن معاك ولا الخمسه جايه بعد القرن الافريقي بعد 2002. نعم الاستاذ احمد كابتن احمد قال 5 وهم 4 بس. هم 4 بس. لحظة ليه الخمسه جت امتى؟ لحظة بره القرن. لحظة بعد 2000. لحظه بس يا باشا. 4 ابطال دوري. لحظه بس يا باشا عشان الناس الجمهور يتابعنا ويقدر يحكم ويقتنع بكلامنا. احنا دلوقتي هنقف عند عام 2000. خلاص 4 بطولات ابطال دوري. 4 بطولات ابطال دوري مقابل بطولتين للنادي الاهلي، يبقى 4-2 دوري. ماشي. طب والكاس؟ كاس الاهلي خده 4 مرات والزمالك خده 2. خدوا مرة لا واحدة. مرة واحدة خدوا مرة. اسف الاهلي 4 والزمالك مرة، يبقى 6-5 للاهلي. حد كده كويس؟ 6-5 للاهلي. السوبر الافريقي الاهلي ما خدوش خالص، خدوا مرة. مرة لا ده مرة بعد كده. خلاص ماشي لحد ماشي. سنة 2000 الاهلي ما كانش. طب والزمالك؟ السوبر الافريقي. طب والزمالك؟ الزمالك خد السوبر الافريقي 2، منهم مرة من النادي الاهلي نفسه. حلو. سنة 93 وجانس بارك. يعني كده نتيجتك انت كام يا باشا؟ لحد دلوقتي احنا واصلين 6-6. الزمالك خد بطولة مرتين يا باشا. بعد اذنك يا باشا بعد اذنك. وانت بتحذف على الدواء بطوله يا استاذ احمد؟ ايه مش على الدواء، الافريقيه بطوله نصف العالم بيلعبها بطل افريقيا. طيب مع بطل اسيا. طيب الاهلي لما جم يقيموا. طب ليه ما عملوش بطوله ما بين افريقيا واوروبا؟ اقول لك الاحلى من كده. وليه ما عملوش بطوله ما بين اسيا واوروبا؟ الافرو اوروبيه. النادي الاهلي العظيم ولا الامر ولاتي. طيب ناخد المداخله. الو اتفضل يا فندم. الو ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحيي الاستاذ احمد مقدم البرنامج. اهلا بحضرتك. بحيي الاستاذ محمد رمضان. تحياتي ليك. وبحيي الاستاذ حسن العالم. اتعرف بحضرتك الاول. الحاج حنفي من بني سويف. حاج حنفي لان طبعا الاستاذ حسن اتهمنا اتهام على الهواء ان احنا ممكن بناخد مداخلات. حد قال لك قول ايه او ما تقولش ايه؟ لا انا اقسم بالله العلي العظيم ما حد قال لي حاجه. اتفضل يا حاج حنفي. وانا بتصل لما اتفرجت على البرنامج وبتفرج عليكم بقى حبيت اتصل واعمل مداخله. اتفضل تشرفنا طبعا يا حاج حنفي. اولا كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. وربنا يعود عليكم بخير ويجعل ايامنا اللي داخله دي ان شاء الله تكون ايام مفترجه ان شاء الله بامر الله على الشعب المصري ان شاء الله. وكل عام وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. انا اهلاوي بدون نقاش يعني. طب تمام تمام. وبحيي الاستاذ حسن والله العظيم. الله يخليك يا حاج الله يخليك. اتفضل يا حاج حنفي. انا عايز اقول حاجه يا استاذ حسن. اتفضل يا حاج. النادي الاهلي لقب بنادي القرن. مين اللي لقبه بنادي القرن؟ الاتحاد الافريقي. طب خلاص يا فندم امال بتتركز في السيره دي وزعلان حضرتك في فندم. اجاوب ولا ما اجاوبش؟ لا هتجاوب طبعا. جاوب يا فندم. الاتحاد الافريقي مش هو اللي لقب النادي الاهلي؟ طب ما انا هجاوب بعد اذنك. عارف الاتحاد الافريقي مين يا عم الحاج؟ اللي رئيسه عيسى حياته اللي اتهم بالرشوه والاختلاس واتشال، يعني راجل لا هو ملك ولا نبي ولا رسول ولا منزل، يعني هي عبارة عن عصابة إفريقية بعد ما يعني عصوا في الأرض فسادا. الاتحاد الافريقي. لا لا لا, لا أنا مسؤول عن كلامي. لا لا برضه قضايا معروفة ولهم حق الرد. تم استبعاد عيسى حياته لقضايا رشوة. يا استاذ حسن الكل يعلم. يا استاذ حسن. يا استاذ حسن اتفضل. الكلام ده يتروح يترفع بيه قضايا يا بيه مترفع بيه قضيه. أيوة. خلاص لما أيوة. تحكم. طيب حضرتك احنا والله العظيم لو حكمت وقالوا احنا نطلع نبارك لنادي الزمالك. حكمتنا الصغيره الجميله دي انا قلت لكم ادوني قد الراجل اللي بيجي من بره يخش. مش كان ممكن نركب اي واحد من بلدهم
طبعا. على رايك كان لقب فريق مبارد. لا ما لقب يا حاج، بس انت ما تعرفش الصفقه الصفقه اللي تمت يا حاج ان ادى للكاميرون بلده. انت كنت موجود؟ موجود طبعا. كنت موجود ساعتها؟ موجود. يعني كنت موجود في الاتفاق. في الاتفاق. ايوه العقل وحد شاف ربنا يا بيه. طيب ماشي، انت جبت الكلام ده منين؟ عيسى حياته جبت الكلام ده منين؟ عمل صفقه تبادليه. الكلام ده منين؟ ياخد اللقب اللي تستحقه مصر لان حقق بطولات اكتر من الكاميرون، يديها نادي منتخب القرن مقابل النادي الاهلي. الاتفاق ده نادي القرن موجود يا بيه. فين الاهلي له ثلاث عناصر ثابتين في الاتحاد الافريقي؟ ايوه الاتفاق اللي حضرتك بتقوله ده فين؟ مصطفى مراد فهمي. سؤال برضه انت بتسيبني وبتعدي. اكمل كلامي. هو احنا لما اتكلمنا على التوريث، هو هل السكرتير العام للاتحاد الافريقي يعني حجر على المرحوم مراد فهمي والاستاذ مصطفى مراد فهمي والمرحوم ابنه عمرو وعمرو مراد فهمي؟ مفيش في مصر بال100 مليون غير الثلاثه دول الله يرحمه. والله العظيم انا تهت. انا لازم تقول السبب. الحقيقه بتتوه يا بيه. الحقيقه اللي بتتوه. انا بتتكلم على الاتحاد الافريقي ولا بتتكلم على نادي القرن ولا بتتكلم على رجوه ولا بتتكلم على حاجه؟ يملك لمن لا يستحق. ثواني بس ثواني. انت راجل عنده سلطات. استني ما تخلص. انا مستني. ما انت بتكلمني لسه بتكلم. ايوه اتفضل. فريق عنده تسع بطولات، ما تقوليش ما تحسبش الافرو اسيوي، الافرو اسيوي اتحسبت للنادي الاهلي لما جاي يقيمون النادي الاكثر تتويجا في العالم قصاد نادي الرينجرز في سكوتلاند، اتحسبت له، يبقى انت شغال على الدواء، عايزها للاهلي تحسبها، عايزها للزمالك تحسبها. ما اتحسبتش للاهلي. اتحسبت والله. في افريقيا ما اتحسبتش. لا انا مالي مين اللي بيحسب لافريقيا؟ فين المعايير؟ اعلن ان في جواب راح للانديه. طيب. اتحداك لو طلع جواب من الاتحاد الافريقي راح الزمالك او غيره. بالعكس اسال حضرتك سؤال. اسال حضرتك سؤال بعد اذنك يا استاذ محمد. هقول لك على حاجه يا استاذ محمد. احنا بنتناقش في قضيه البطل ونسينا نقطه مهمه جدا. اتفضل. ايه ممكن الجمهور برضو اللي متابعنا ومش قادر يدخل يعمل معانا مداخله عاوز يتكلم فيها برضو. طب ما الجمهور دخل. هقول لحضرتك على حاجه. هو النهارده مثلا البطوله فيها بطل. مش في وصيف. ايوه ما انا جاي للنقطه والله. إيه؟ والله بس انا عايز بس ما دي المعايير اللي الرسول محمد ده بطلوه. طيب ما ده بطلوه منه من اول المعايير. طيب. هل واحد ما شاركش في البطوله هيقيم زي تاني البطوله ولا طيب. بدل البطل بس ناخد كبير مشجعي الزمالك الاول. ناخد كبير مشجعي عم سيد جوده كبير مشجعي الزمالك. اهلا بيك منور الدنيا يا حبيبي. ده حسن والاستاذ محمد رمضان. حبيبي يا استاذ. حبيبي يا استاذ عم سيد. كل سنه وانتم طيبين ورب ربنا يصحى ويصحى خير يا رب. يا رب ان شاء الله على خير بامر الله. الو اتفضل. أيوة يا عم سيد معاك. ايوه يا استاذ محمد ازيك يا استاذ معاك محمد. يا غالي اهلا بيك يا استاذ سيد تحياتي ليك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. والله حضرتك بطل الكارد معروف مين يا كابتن محمد؟ مين يا عم سيد؟ ها؟ اسالنا انا طبعا الزمالك يا كابتن. ايوه بقى ايه الادله؟ ايه الادله؟ ما تقولكش خالص كده. ايه الادله طب يا استاذ سيد؟ حياته اتعمل له فيلا في الكاميرون على حساب مصطفى مراد فهمي وعلق عليه علم الاهلي علشان يدي الاهلي بطل الكارد. طيب ممكن بقى ارد طب ارد عليك انت بتوجه لنا الكلام يا استاذ سيد؟ اتفضل اتفضل. انت بتوجه لنا الكلام صح؟ نعم بتوجه لنا والجمهور الاهلي الكلام طبعا عشان طيب. الادله للاجتماع ده فين وليه ما رفعتوش قضيه على الاجتماع ده وليه ما حكمتش بقى 20 سنه الاجتماع ده حصل في الاتحاد الافريقي. ايوه حضرتك كنت موجود في قلب نادي الاهلي يا بيه معمول كده باب صغير. ايوه حضرتك كنت موجود هو الاتحاد الكوره. يا استاذ سيد يا استاذ سيد اديني بس فرصه ورد عليا. حضرتك كنت موجود في الاجتماع ده. مين حضرتك كنت موجود في الاجتماع ده؟ لا انا ولا انت ولا اي حد موجود في الاجتماع ده. الكواليس بتاع الاجتماع دي حضرتك عرفتها منين؟ منين؟ ايوه يا بينا ايوه الكواليس دي عرفتها منين؟ طيب ها؟ الكواليس بتاعت الاجتماع دي عرفتها منين؟ الكواليس دي حصلت ولما ناس هتعمل حاجه وسؤالي بس حصلت في مصر حصلت في مصر في الاتحاد الافريقي حصلت في مصر في الاتحاد الافريقي واخد بال حضرتك؟ اتفضل واتعلق علم الاهلي في الكاميرون واخد بالك؟ ايوه ده انت بتقولي ده تم في اجتماع كلام تجاري بيه يا استاذ سيد يا استاذ سيد يا استاذ سيد الافراسياوي طالما مش بتكلمني بالمنطق يعني ما اتحسبتش بتلعبوها يا استاذ سيد اسمعني يا عم سيد مش هتاخد حق بطل معايا انا يا استاذ محمد مش هتاخد حق ولا بطل معايا لا انا بص يا عم سيد يا عم سيد انا سكت عشان انت مش عايز تسمعني ادي فرصه ادي فرصه يا استاذ حسن امين ايوه ده اللي انا عايز اقوله بقى بص يا حاج سيد يا حاج سيد يا حاج سيد انت راجل محترم مفيش حد بيشوف حد هو بيسرق او بيوزع حاجه غلط. الزمالك بطوله الافرو اسيوي كانوا بيسموها بطوله نص العالم نصف العالم بيشوف حد هو بيسرق اكبر قارتين ممكن تسجل افريقيا واسيا قولها كده يا باشا حسن انا خليك تكمل والله بس انا سجل كده مفيش حد بيشوف حد وهو بيسرق وبيعمل اجتماع
استنى بس لكن بتعبر بالعقل. استاذ محمد ما بيعديش حاجه خلي بالك. قول يا استاذ محمد. ما فيش حد استاذ محمد عايز يخرجني من القضيه يا عم. لا والله لا 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 لسبب انا ذكرت اساتذه ليا قلت لك بالترتيب استاذ علي السيسي احمد عفيفي والله كلهم زملاء الغندور عبد النصر عايز. طيب انت دوهتني من الكلمه برضه بالتمام. قول يا استاذ محمد بتقول لي ما فيش ليا لحد سنه 2009 بطلت بس 7. طب خلينا بطل القرن ده ما ينفعش تعدي يا باشا. في كلمه ما تنفعش تعدي عمرك. قول لي ما فيش حد بيسرق بيسرق بتصوره وبيسرق والناس بتصوره وبيسرق. طب انت شفت الاجتماع ده ازاي بالمنطق؟ ما احنا مش شفنا كواليسه يا بيه. ما شفناش ربنا عرفناه بالعقل. يعني انت اقول لك ليه بالعقل كده متخيل انا ممكن دلوقتي يعني انت متخيل ان في اجتماع. طب بعد اذنك هضرب لك مثل. اتفضل. حضرتك لابس قميص ابيض اهو والاستاذ لابس قميص جاكيت كحلي. عارف لو انا عايزك اطلعك الاول هقول اللي لابس ابيض ياخد 5 درجات واللي لابس كحلي ياخد 3. طب فين المنطق هنا بقى؟ ما هو ما كانش في منطق. المنطق اللي يحتسب على اساسه بقيت انديه افريقيا مدريد نادي القرن الاوروبي. لو اتطبق الزمالك نادي القرن الافريقي لو اتطبق حلو. ما اتطبقش ليه بقى؟ بس هو هرجع لسؤالي. هرجع لسؤالي ترزية اللوائح والقوانين. أيوة. عايزين الاهلي ياخد القرن. ما اعترضتش ل 95 اعترضنا يا بيه. انا بلوم بس في وجودك هنا الاستاذ كمال درويش بكن له كل احترام وتقدير. قال لك ده لقب شرفي لقب معنوي. لا يا استاذ كمال ده رئيس نادي الزمالك انت بتتكلم فيه ومش معنوي. ده رئيس نادي الزمالك ده لقب يفرق معاك. ده رئيس نادي الزمالك في الرعايه. طيب. يفرق معاك في التسويق يا استاذ حسن. يفرق معاك في كل حاجه حسن. وحتى لو شرفي يا حسن. انا ما بعتش اسلام لاي رقم شرفي يا استاذ حسن. هنهدى هنهدى يا استاذ محمد. نطلع بفيديو الاول للجمهور اللي متابعنا نهدي الاجواء شويه ومحتار اختار من فيهم. يلا يا اميره بعد اذنك حلوين طبعا نشوف الفيديو ونرجع نتكلم في حقوق احنا دلوقتي. انت اهلاوي بعد ما رجعنا لكم من الفاصل. طبعا الحلقه شد وجذب والخلاف دلوقتي على حاجه يعني اكثر جمهور الزمالك طبعا النادي الاهلي. القرن كله بيقول لك ان الاهلي نادي القرن. الزملكاويه بيقولوا الزمالك نادي القرن ويعني عندهم بيستندوا لوجود عيسى حياته مصطفى مراد فهمي مع حفظ الالقاب شطه كمان خطأ شطه بيه بيستندوا ان في اجتماع سري. أيوة. تم في مكان ما في ما اعرفش حصل فيه ايه. هم ما عرفوش كواليسه بعد اذنك. أيوة. ما عرفوش كواليسه ولكن هم قالوا في الاجتماع ده تم تنصيب النادي الاهلي نادي القرن في صفقات ما. ايوه هل ده يعقل؟ وهل يعقل يبقى مصر بطولاتها اكتر من الكاميرون ويدي عيسى حياته للكاميرون منتخب القرن الكاميرون؟ يا سيدي مصر بطولات ده اللي انا عايز اوصله لك من الاول. لا لا بالبطولات امال بايه حضرتك؟ بالنقاط. ما بالنقاط والبطولات يا بيه. لا والله ما هي النقاط لحد احنا بنتكلم بالنقاط ده لعلمك حزب الديرما هيتم القرن الجاي لاولاد ولادنا لما يعيش. يا سيدي انا مش عايش سنه 2000. انت متفق معايا ان هي نقاط ولا بطولات؟ هي بطولات ونقاط. لا نقاط. لا يا بيه نقاط والله. ما البطوله بتاخد نقطه. نقاط والله. يعني هل يعقل؟ اسال حضرتك سؤال. اسال حضرتك سؤال. انا خدت بطل افريقيا بره. ماشي. وحضرتك خدت بطل افريقيا بره. تقدر تقول النقاط دي ايه؟ انت قلت نقاط. ما انا هقول لك النقاط حالا. اقول النقاط. انا خدت بطل افريقيا بره. ليه كم نقطه؟ هقول لك حالا. اتفضل. اللي هي على القديم 4 نقاط وعلى الجديد 5 نقاط. معايا يا ريت تقولها يا استاذ. انا عايز اوصل له النقطه يا استاذ. يا طب اسمعني خليني اكمل والله. انت مش انت بتقول انا بقطعك. انت لا مش هقدر اقطعك. تمام كده؟ اتفضل. انا خدت البطل مره. ماشي. وحضرتك خدت البطل مره. ماشي. بس كابتن احمد معانا الوصيف مرتين. هو معاه كام نقطه وانا معايا كام نقطه وحضرتك كام نقطه. هو ما خدش ولا بطوله. يعني اقدر اقول ان الاستاذ احمد حضر وصل للنهائي 4 مرات يبقى احسن منك اللي خدت البطوله. لان خدتها مره واحده يبقى تصنيف يفتقد الذكاء. لان عدد المباريات صح. والمجهود يعني والمصاريف. اقدر اقول لك ان هولندا اللي وصلت نهائي كاس عالم 4 مرات متتاليه احسن من ايطاليا والبرازيل اللي خدته 6 مرات و5 مرات. طيب ما تعالى نحسب بالنقط. نحسب ايه؟ تعالى نحسب بالنقط. اللي بياخد ميداليه ذهبيه يا استاذ محمد بيجب 1000 ميداليه فضيه برونزيه. يا سيدي يا سيدي البطل على البطل بطل. تعالى على النقاط. تعالى على النقاط. طب ما انت بمقيمه. أيوة ما انت مقيمه. انا عايز اوصله لك. تعرف بقى مين هو ده بقى؟ هو ده الاتفاق اللي حصل النهائي. هو ده الديل اللي حصل. هقول لك على حاجه. أيوة. بنفس المنطق بتاعه. انا كسبت مباراه وحضرتك كسبت مباراه. كم نقطه وكم نقطه؟ هنقول مثلا 3 و3. هنقول 3 و3. وانا خسرت مباراه وحضرتك خسرت مباراه برضه مفيش 0 و0. انا لعبت مباريات وانت مباريتين. صح. والاستاذ احمد سعيد تعادل مباراه. لو عايز اطلع فرق اشوف نتيجتك ايجابيه ولا سلبيه. هحرص هدف في ملعب فريق بره. دي الحاجات اللي فيها عدل. لكن انت تلغي لي حاجات وتقول لي ما لغتش. طب يا باشا خليني ما ده اللي عايز اوصله لك. انا قلت لك مثلا حاجتين اتنين واضحين. لو انت خدت ميداليه نحسب النقاط بتاعتهم. طيب بعد اذنك لو البطل اللي بياخد ميداليه ذهبيه واحده نحسب عشان الوقت. ما انا نحسب اهو. بص يا عم انا من غير احسب انا عارف النقاط. هنمشيها نقاط. مشيها نقاط. 93 ليه وليه 93؟ ما انزل الله بيا من سلطان. اشمعنى 93؟ سنه 93 عارف ليه؟ عشان الزمالك التفوق في الفتره ما قبل
فانت عايز من بعد 3 سنين الاهلي شد حيله فيها. ده كان السادس ساعتها. لا يا بيه، ده الاهلي كان السادس. الاهلي كان الثالث، زمالك اول، كوتوكو ثاني، اهلي ثالث. السادس ساعتها. طيب، طيب انا عايز الوصيف والثالث والرابع. القواعد بتقول ايه؟ سنه 93 كان البطل بياخد 4 نقط اللي هو اللي خد البطوله، وده في دوري الابطال، والوصيف بياخد 3 نقاط، والثالث والرابع اللي هم وصلوا نصف نهائي بياخدوا بياخد نقطتين اللي هو الوصيف، والرابع بياخد نقطه، واللي خرج من ربع النهائي يعتبر اللي هو الثالث والرابع خد نقطه. طيب لحد كده وقتنا انتهى. انت مش بتقول ان الاهلي انسحب من البطولات دي؟ الزمالك ما دخلش على حساب الاهلي. لما الزمالك ياخد 4 بطولات يبقى دخل حامل لقب. خلينا نكمل بس. انا بتكلم من منطق قبل ما تقطعني. لا، مش حامل لقب لسبب، مش حامل لقب لسبب يا استاذ حسن، لان الكلام المرسل يزعل مننا. طب يا بيه، انت واخد 84 86 93 96، ما فيش حامل لقب. السنوات دي حامل لقب، ما فيش حامل لقب. يعني دخلت 85 حامل لقب، دخلت 93 94 حامل لقب. طيب ناخد كروان التعليق معنا. اتفضل. ناخد كروان التعليق. استاذ محمد عفيفي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واهلا باستاذ حسن علم الدين واستاذ محمد، تحياتي ليكم. حبيبي حبيبي عفيفي اتفضل يا كابتن محمد. الو. ايوه معاك يا حبيبي يا استاذ محمد، تحياتي ليك. كروان التعليق منور قناه الصحه والجمال. استاذ محمد اهلا بيك، اهلا بيك والكابتن احمد سعيد والاستاذ حسن علم الدين. الله يخليك يا استاذ طبعا. ايه رايك في الجدل وقضيه القرن يا كابتن محمد؟ والله كابتن مش عايز اخد وقت كبير طبعا، علشان استاذ حسن ليه الحق ان هو يتكلم بشكل اكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. واستاذنا الكبير طبعا، ولي قضيه ودايما بيتبناها. بص يا كابتن، انا وجهه نظري الشخصيه بس، لانه ناس كتير بتتكلم في الموضوع دوت، هو لقب لا يثمن ولا يغني من جوع في كل الاحوال. خلينا واقعيين، النادي الزمالك او الملكي المصري هو نادي كبير جدا، ولما نتكلم عن نادي الزمالك نتكلم عن بطولات افريقيه، بطولات عربيه، جماهير عالميه، منافسه محليه من اللي هي ده اللي بننتظره من نادي الزمالك. وانه اللقب اللي اخده نادي الاهلي حتى وان كان رسمي من الاتحاد الافريقي وفقا لعدد النقاط التي كانت موضوعه عندما تم التفكير في وضع نادي القرن الافريقي او هذا اللقب منذ عام 1993 واحتساب البطولات في 36 سنه من اول بطوله افريقيه، سواء رابطه الابطال الافريقيه او كأس الكؤوس الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي أو السوبر الأفريقي، بغض النظر أو بدون احتساب أي بطولات قارية مشتركة زي الأفرو أسيوية، وفقا للنقاط اللي كانت موضوعة والمقاييس اللي كانت موضوعة من الاتحاد الأفريقي، في ناس كتير قوي اتغيرت، مش ما بينها ناس أهلاوية أو زملكاوية، كانت باحتساب النقاط هو النادي الأهلي بطل القرن الأفريقي. هل هذا اللقب هو اللي بيدي الألقاب دلوقتي للنادي الأهلي؟ لا طبعا. على الزمالك إنه يفكر واقعيا. لما الريال مدريد خد لقب نادي القرن في القارة الأفريقية، ما شفناش الميلان وكان عنده ألقاب كتير في أوروبا إن هو اتكلم، أو مانشستر يونايتد أو بنفيكا في وقتها كان من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية، أو أياكس أمستردام، كله ركز في إنه يحقق بطولات ما بعد ذلك. الزمالك أكبر من كده بكتير، وحتى لو ده اللقب اللي يعني هو الناس بتتكلم عنه كتير، من حق كل واحد يدافع عن حقه، ولكن وفقا للمعايير التي كانت موضوعه من قبل الاتحاد الافريقي ووفقا لاحتساب عدد النقاط، وان كان هناك لقبين من رابطه الابطال الافريقيه للنادي الاهلي واربعه القاب لنادي الزمالك، لكن هناك نقاط على التواجد في دور المجموعات. تمام. وفي دور نصف النهائي والوصافه، كلها نقاط رجحت كفه نادي الاهلي الى حد ما وفقا للمعايير الموضوعه من قبل الاتحاد الافريقي. اشكرك على الشرح الجميل الوافي. كمل يا استاذ محمد. طب كمل يا استاذ محمد. بيدي كورس. كمل يا استاذ محمد. نوايا الناس اللي كانت موجوده في الاتحاد الافريقي انذاك، بشكل عام الزمالك اكبر من كده بكتير، نادي كبير ونادي محترم ويستحق كل الالقاب الكبيره وجماهيره العظيمه. لازم ان احنا نفكر في القاب ليها، علشان مش لقب نادي القرن الافريقي هو اللي هيكون الحاجز او حاجه المهمه، خصوصا ان وقته عدى يا كابتن محمد، ان بقى له عدى عليه 20 سنه خلاص. اللي ليه حق بيحارب عليه في كل وقت، لكن الله يفتح عليك يا زلمه. منطقيا وفي كل الاحوال قولا واحدا، النادي الاهلي هو خد هذا اللقب، وما اعتقدش ان الكلام الكبير والكتير اللي بيتقال دلوقتي هيرجع حاجه من اللي فاتت. لازم نفكر واقعيا انه الزمالك محتاج للبطولات في الفتره اللي جايه، لانه دخل في اجواء البطولات في الفتره الاخيره، يمكن بالسوبر الافريقي والكونفدراليه الافريقيه، كمان دوري الابطال ليه حق ان هو جمهور الزمالك عليه حق من لاعبي نادي الزمالك ومجلس اداره ان هو يجيب اللقب والدوري كمان بعد اللي حصل في الموسم الماضي، علشان هو ده اللي هيحقق اللقب الحقيقي ويحسسهم انه فعلا نادي الزمالك كان يستحق اي لقب كبير حتى لو ما راحش ليه بالشكل الرسمي. شكرا على الكلام الجميل، وكده رساله حضرتك وصلت يا افضل كابتن محمد. دخلت. نشكرك افضل يا كابتن محمد. دخلت. ما هو نفس كروان التعليق محمد، ما هو نفس كلام برضو، يعني اغلب المداخلات كلام منطقي
وفي اتزان وفي عقلانيه. احنا كده وقتنا انتهى. لا لا قبل ما انتهي قبل ما انتهي. لا ده انا بقول لك ما خدتش قد المداخلات. انا المداخلات مداخلات كتير فعلا يا استاذ حسن. يا بنت ده خدت اكتر من 10 مداخلات. في ناس انا هوعدك الحلقه الجايه. لا انا ليا كلمه واحده بس يا شباب. دقيقتين اه اتفضل يا استاذ حسن. لما جينا هنا احنا مش داخلين حلبه مصارعه واحد يضرب الثاني. داخلين بالمنطق وبالعقل. ومفيش مهزوم وفي منتصر. لا خالص. داخلين بنطرح قضيه. تمام. من وجهه نظر الديني دي اقفل عليا بعد. حاضر يا استاذ حسن. ومش هقول حاجه. طب يا ريت في عجاله. في عجاله جدا. نادي الزمالك نادي القرن الافريقي بدليل. تمام. الاهلي لما انسحب من البطولات 3 سنين. ايوه. في الفتره دي فين عدد مرات دخوله؟ وهل اللقب لما اكون بطل انا البطوله زي بطل الكاس؟ لا، تفوق في الاعداد وفي النوع، في الكم وفي النوع. تمام. حاجه ثانيه، لما جم النادي الاهلي يقارنوه بنادي عالمي زي رينجر اسكتلندي حسبوا له الافرو اساوي اللي شالوها من الزمالك. تمام. عشان الاهلي بنادي القرن. تمام. يبقى هنا على الدواق وعلى الكيف. تمام. هي حاجه ثالثه واخيره. السوبر الافريقي الاهلي ما كانش خده، الزمالك خده مرتين بطوله افريقيه. انتوا اعترضتوا على الافرو اساوي، هو مين اللي بيلعب الافرو اساوي يا استاذ احمد؟ البطل الافريقيا. تمام. قال لك في بطوله اسمها نص العالم، نص الدنيا، نص بطل اسيا وبطل افريقيا. تمام. اللي فاز فيها الزمالك مرتين على يوهانج الكوري وفريق تاني. طيب. رساله حضرتك كده وصلت وجمهورك سمعك يا استاذ حسن. وقدرت توصل رسالتك. توصل رسالتك برضو الاخيره يا استاذ محمد عشان نختم في دقيقه. الموضوع في نقطتين. لما بيجي ياخدوا احسن لاعب في العالم او احسن لاعب في افريقيا بتبقى. أيوه. عن طريق نقاط اللي هيدي له، اللي هيدي له تقييم، يبقى ليه نقاط وعدد المشاركات ليه نقاط والكلام ده كله. تمام. ولما بنيجي نختار نادي القرن او بنحدده كانت عن طريق نقاط، ان كان خد البطوله كم مره، كان الوصيف كم مره، المشاركات كم مره، وحققها كلها كم مره، فبالتالي هي النقاط. تمام. مش شرط بعدد البطولات، دي النقطه. النقطه الثانيه، كل اللي مبني ده مبني على تخيلات، مؤامرات، مؤامرات. يعني ما اعرفش مين قاعد لكم الحكم. نفسي كنا نتعامل لكم الحكم جمهور الكوره والجماهير. لكم الحكم بعد ما استمعتم لمداخلاتنا والاستاذ حسن عالم الدين. شكرا لرجال الشرطه بالطريق بعد اذنك. محمد رمضان اتفضل. طبعا لرجال الشرطه طبعا. كل الشكر والاحترام لكل الشرطه والداخليه طبعا. وانا جاي من كمين باسوس محمد عمرو بيه كمال، وكمين 6 اكتوبر محمد بيه الشام. شكرا. وكل الشرطه فوق راسهم. الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.